نتيجة اللقاء حسمت في الدقيقة الأولى بعد أول محاولة للاتحاد عنابة وخروج موفق للحارس الشوشي مع تجمع دفاع اتحاد أو شبيبة القبائل مباشرة. بعد ذلك هجوم لشبيبة القبائل تمكن من خلاله بن سعيد من مباغتة تلو الناس قواوي مسجلا الهدف الوحيد في اللقاء كان ذلك في الدقيقة الأولى. رد فعل سريع من نسيم حملاوي بهذه الكرة الثابتة لكن شوشي بالمرصاد، ثم فؤاد بوقرة جرب حظه بهذه التسديدة فوق العارضة لمرمى شوشي. وتواصلت حملات العنابيين قصد تعديل النتيجة لكن دائما شوشي والدفاع دفاع الشبيبة في التصدي. وعند الالتحاق بغرف الملابس مدرب شبيبة القبائل لونغ أصيب برشق من المدرجات وهي النقطة السوداء في هذا اللقاء الذي استؤنف في مرحلته الثانية وبالنزعة الهجومية لفريق اتحاد عنابة الذي رمى بكل ثقله قصد الوصول إلى شباك قواوي. لكن دائما دون جدوى حتى مساعد الحكم لم يمنع من المدرجات، الشيء الذي أثر سلبا على مجريات اللقاء الذي كاد أن يخرج عن نطاقه الرياضي بسبب تصرفات المتفرجين. المحاولات الأخيرة والساخنة لخط هجوم اتحاد عنابة لم تغير في النتيجة التي انتهت بفوز شبيبة القبائل بهدف دون رد، وهو قلت الفوز الوحيد خارج الديار في هذه الجولة. نصر